في كل مرحلة حاسمة ومهمة من بطولة كأس العالم دايما بتكتر الأخبار اللي بتتكلم عن كواليس معسكرات المنتخبات، ومع كتر الأخبار دي بتكتر كمان الإشاعات. رونالدو مفيش جدال إنه كان نجم البطولة دي، بس مش في الملعب، ده نجم البطولة ومن قبل ما تبدأ، بالمشاكل والخلافات والإشاعات اللي ما سابتوش ولو لحظة واحدة لحد دلوقتي. الإشاعات جزء أصيل من عالم كرة القدم، وكل ما النجم بيلمع أكتر كل ما الإشاعات بتزيد عليه أكتر وأكتر، لكن إنك تكون ملك إثارة الجدل في وقت مهم زي ده، دي حاجة ما تطلعش غير من رونالدو. كريستيانو رونالدو أثار جدل كبير جدا قبل يوم واحد بس من انضمامه لمعسكر منتخب بلاده علشان يلعبوا كأس العالم، بعد خروج حوار خرج فيه بتصريحات نارية قضت على علاقته تماما بناديه مانشستر يونايتد. تصريحات رونالدو اللي هاجم فيها إدارة النادي وطبعا المدير الفني للفريق إريك تنهاج، وحتى عدد من زمايله اللي رفض ذكر أساميهم، خلت الدنيا كلها مولعة حوالين رونالدو. لقطة غريبة قبل المونديال بعد لقاء بارد بينه وبين برونو فرنانديز زميله في مانشستر والمنتخب، خلى الإشاعات تنتشر عن إن زميله واخد منه موقف بسبب تصريحاته عن مانشستر. صحيح رونالدو وبرونو نفوا الكلام ده وقالوا إن الموضوع كان هزار، لكن محدش صدق الحكاية وفضلت الإشاعات ورونالدو من أول ما المونديال بدأ. اللي حصل بين رونالدو وبرونو في أول المونديال أثير تاني مع لقطة الهدف المثير للجدل في ماتش أوروغواي، واللي اختلفوا فيه إذا كان هيحتسب الهدف لبرونو فرنانديز اللي عمل العرضية ولا لرونالدو لمسها براسه قبل ما تسكن الشباك. الشركة المصنعة للكرة حسمت الجدل وقالت إنها ما لمستش رونالدو، والدون نفسه كان واخد الموضوع بهزار، لكن التقارير والإعلام كان واخده جد جدا. التقارير قالت إن إدارة منتخب البرتغال قدمت شكوى وطلب لاحتساب الهدف لصالح رونالدو، لكن اخيرا مدرب البرتغال فرناندو سانتوس خلص الاشاعات دي كلها، قال انه ولا هم ولا رونالدو طلبوا من اي حد يحسب الهدف باسمه، وان الكلام ده غير صحيح اطلاقا ومجرد شغل من الاعلام للفت الانتباه، وان تركيزهم على المونديال وبس. ورد كمان سانتوس على تقارير تانية طلعت قالت ان رونالدو تعرض لاصابه قبل الجوله الاخيره من مجموعات كاس العالم قدام كوريا الجنوبيه، وقالوا انه استبدل رونالدو في الجولتين اللي فاتوا ودايما عندهم خطه بديله، لكنه رفض يدي إجابة واضحة عن إصابة رونالدو إذا كانت حقيقية ولا لا، وقال إن مفيش ضمان إن كل اللاعبين يكونوا جاهزين طول الوقت، عشان كده دايما عندهم خطة ودايما عندهم خطط بديلة ولاعبين يقدروا يعوضوا الأساسيين. في النهاية جايز جدا تكون حكاية الإصابة دي حركة عشان يبرروا بيها غياب رونالدو عن الماتش الجاي بعد حسم التأهل لثمن النهائي، خصوصا وإنه أكيد مش هيكون حابب يتصاب في ماتش تحصيل حاصل قبل الماتشات الإقصائية، لكن الحقيقة فين؟ بكرة نعرف.